طسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستهزي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلون مرسلين. فالتقطه وعان فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وهم لا يشعرون. وعزم عفواد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل عدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من شيته وعاذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوغزه موسى فخدع عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون زعيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين.